محتاجين 8 بيض، كوباية حليب، كوب حليب جوز هند، علبة قشطة، 2 باكو فانيليا، نص كوب سكر، وكوب سكر للكراميل. طيب الأول نعمل الكراميل، يلا بينا. فين الطاسة؟ اهيت. نحط الطاسة ونحط كوباية السكر. اللي بيحب الكراميل كتير، انا بحبه كتير، اللي بيحب الكراميل كتير يحط كوباية، اللي مش بيحبه كتير يحط نص كوباية، مفيش مشكلة. بس انا ايه يعني بحب سنة كده كراميلي بزيادة. عايزة اعلي النار شوية عشان نحرق الكراميل، على ما الكراميل يتحروق مننا هنحط البيض. احنا محتاجين نقول المقادير، واحنا قلنا المقادير صح؟ خلاص يلا. دول 8 بيض، المقادير دي تمشي بست بيضات كمان، يعني مش 8 بس، يعني لو حابين نقلل كمية البيض ممكن يبقوا 6 بنفس المقادير. طيب لو مش حابين نحط القشطة نشيلها خالص ونكمل زي ما احنا كأننا ما شفناهاش خالص. طيب ملهاش بديل ولا حاجة؟ لا 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 خالص ملهاش بديل. طيب ينفع اشيل لبن جوز الهند؟ لا ما ينفعش نشيل لبن جوز الهند خالص. ليه ما ينفعش؟ علشان ريحة البيض، هو ده السر اللي هيضيع ريحة البيض. لكن غير كده هو ينفع، ما الناس كلها بتعمله عادي بلبن حليب بس، فما عندناش مشكلة مع ريحة البيض، وهنتعامل معاها ببشر ليمون، بشر برتقال، حبة الفانيليا، وهيبقى تمام. يبقى هنشيل لبن جوز الهند ونحط لبن حليب عادي. تمام، نجيب بقى الخلاط بتاعنا كده، نحط كل المكونات بتاعتنا على بعضها. اللبن، اللبن لو دافي شوية هيبقى هايل. طيب احنا كده هنعمل ايه بقى؟ هنغطي كويس قوي ونقلب الكراميل بتاعنا لا يتحرق، محتاجينه ياخد اللون الحلو بتاع الكراميل. زي ما انتم ملاحظين كده طولت شويه في الضرب علشان اطمن ان كل المكونات اتضربت كويس قوي. حطيت الكراميل خلاص كده تمام اخد لون، وبجيب مصفه وبصفي الكريم كراميل. ليه بصفيه؟ علشان اي بقى بيض ما اتضربش كويس، اي حاجه ما اتضربتش كويس، ابقى مطمنه ان كله تمام. الكمية دي عملت معانا قالب كبير وقالب صغير كده زي الفل. هقول لكم كمان على تكة مهمة جدا عايزاكم تعملوها، وهي انه في فوم هنا كده، الفوم ده بيأثر على نعومة الكريم كراميل. انا ببقى عايزاه ناعم جدا، فبنشيل كل الفوم ده تمام اللي بيطلع من هنا ده، واحنا اوريدي مصفيينه، فمش قادره بقى اقول لكم على النعومه ازاي بيبقى هايل. اوكي ما عنديش وقت طبعا اشيل كل الفوم اللي قدامكم ده، فانتوا مش هوصيكم بقى تشيلوه كله. هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي حمام الميه، زي ما احنا شايفين بيستوي في حمام ميه،
تلات ارباع القالب يبقى متغطي، بنحطه ميه مغليه وبنحطه في الفرن. الفرن بتبقى درجه حرارته 170، بيدخل حوالي 40 دقيقه ويخرج. طيب هعرف منين ان هو كده تمام؟ طبعا انا عندي حاجه في الفرن فمش هعرف دلوقتي ادخله اهو. ده الشكل بيطلع كده زي ما احنا شايفين. وبنقلبه بعد ما نوسع عليه طبعا. بصوا بتوسعه كده بالمعلقه كده كده كده، نضغط ضغطه صغنطوطه كده بالراحه، ايدك تبقى خفيفه خفيفه خفيفه، ونروح عاملين كده بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين وعد كسفني. يلا انا ضغطت بالراحه شويه زياده ولا ايه؟ الحمد لله. زي الفل، بيحيوني في الكنترول يا جماعه. شكرا شكرا. حاجه خضره لطيفه كده نعمل بيها شكل لطيف. مش قادره اقول لكم الطعم بيبقى عامل ازاي، ولا النسخه الثانيه اهي الطعم، ولا الريحه، ولا ان يعني كده بس اقطعوا كده بس وادعولي، يعني كل ما تاكلوه ما تنسوش تدعولي. ده الشكل ما شاء الله يجنن.